عندما أعلنت تغييرا في وثيقتها السياسية، أو ما أسمته هم أو ما أسموه هم بالتطوير في الوثيقة السياسية ووثيقة سياسية جديدة لحماس. هذا التغيير يتضمن مجموعة من البنود، الوثيقة السياسية اللي أعلن عليها عنها في الدوحة، واللي ما زال البث المباشر من الدوحة الآن مستمر، وما زال في خالد مشعل بياخد أسئلة الصحفيين. الحقيقة أنه أهم ما فيها وقبول حماس بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 67. ماذا يعني ذلك؟ ده تغير كبير في فكر حماس، لأن هم كانوا البداية، يعني الفكر الأصلي من 30 سنة هو أنها حركة مقاومة، وأنه يعني أرض فلسطين كافة، الدولة هي على كافة الأرض الفلسطينية وليس على حدود 67 فقط. هناك أيضا غياب للبند الذي يتحدث عن ارتباط حماس بجماعة الإخوان، وفي سؤال من الصحفيين هل هذا فك للارتباط مع جماعة الإخوان؟ هنعرف بعد قليل ما قاله خالد مشعل. خالد مشعل قال إنه هذه الوثيقة أخذت 4 سنوات قبل الخروج للعلن، منها عامين من النقاش وعامين من التنقيح، وأنها وثيقة تطوير، وأنه كما قال هي محاولة أن تكون الحركة هي حركة مقاومة، ولكنها أيضا حركة سياسية تطور نفسها بنفسها ولا تقف جامدة أمام التطورات. وقال بعد ذلك إنه والله لو العالم كله عرض علينا أرض، وعرض علينا عفوا عرض علينا دولة على حدود 67، لماذا لا نقبلها؟ دعونا نقبلها ويكون هذا هو المنطلق. قال أيضا خالد مشعل نريد أن نقدم نموذج في التطور والانفتاح والتعامل مع الواقع دون الإخلال بالثوابت الأساسية لحركة حماس. أكد على مجموعة ثوابت، أن قيام كيان الصهيوني لا يلغي حق الشعب الفلسطيني في العيش على كامل أرضه، القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية وهي كل مقدساتها هي مقدسات فلسطينية، لا حق للاحتلال بأي جزء من أجزاء القدس، حق العودة حق طبيعي فردي وجماعي ولا يمكن الخروج عنه، رفض مشروعات تصفية اللاجئين أو حتى الأراضي البديلة سواء في رفح أو على حدود سيناء أو غيرها، كل هذه المشروعات مرفوضة، وعدم الاعتراف بالكيان الصهيوني، وعلى الجانب آخر رفض معاداة السامية، لأول مرة كمان بيطرح فكرة رفض معاداة السامية، وإنه حركة حماس ليست ضد اليهود ولكن هي ضد الاغتصاب الصهيوني للأرض الفلسطينية. ولكن أكد أيضا مشعل أن هذا لا يعني تخلي الحركة عن خيار المقاومة، وأن خيار المقاومة سيبقى هو الخيار الثابت بكل السبل كما قال. خلونا نسمع جزء مما قاله خالد مشعل منذ دقائق قليلة عن ميثاق حماس الجديد، والجزء الأهم المتغير الأهم في ميثاق الحركة التي أسست منذ 30 عاما، وكان لها ميثاق في 88، الآن يتم طبقا لما قاله خالد مشعل تجديد هذا الميثاق.